السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل تدريبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 الوحدة الخامسة يونت 5 بعنوان Young Role Models. بيتكلم عن النماذج القدوة الشابة وازاي نحتذي بيها. هنحل مع بعض التدريبات من كتاب المعاصر صفحة 273 صفحة 273. زي ما تعودنا هنحل سؤال سؤال ونفهم ايه سبب الاجابة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one. And what is a person? هو شخص. Whose job is to try? يعني وظيفته أنه بيحاول. And change the way people do things in society. Okay. يبقى بيحاول ويغير الطريقة اللي الناس بيعملوا بيها الأشياء in society. يا ترى مين في الأربعة؟ طبعا بالي بمعنى متنمر. لا. Campaigner. ناشط. ما فيش غير رقم B. او مناضل. طبعا سبورتس تشامبيون بطل رياضي. لا. سبيكتاتور مشاهد. لا. نمبر 2. To succeed in your exams means. كلمة succeed in يعني ينجح. عشان تنجح في الامتحان. معناه ايه؟ You pass them. تجتاز الامتحان. And what is someone who works with science. من الشخص اللي بيشتغل او بيعمل مع مادة ايه العلوم او مع العلم. Scientist عالم. ماثماتيشن لا طبعا. عالم في الرياضيات. فولنتير متطوع لا. ميوزيشن موسيقار لا. يبقى ساينتست. نمبر 4. To make a name of a job from the word music. انا عايز اسم من كلمة music. طبعا هي ميوزيشن يبقى حط لها I-A-N. ميوزيشن موسيقار. ميوزيك موسيقى. رقم 5. The suffix. كلمة suffix مقطع في اخر الكلمة. Is added to the verb achieve. يتم اضافته لكلمة achieve to make the noun. طبعا achievement وكلمة achieve يعني ينجز. طب achievement انجاز. achieve achievement. You not or you can not the museum from different places but I prefer the main gate. يعني انت ممكن تدخل المتحف من اماكن مختلفة بس انا بفضل البوابة الرئيسية. يبقى enter. هنا enter بمعنى يدخل. The doctors بمعنى الأطباء won a lot of فازوا بالكثير أكيد من الجوائز from helping so many people بسبب إنهم ساعدوا الكثير من الناس in the healthy emergency في حالة الطوارئ. يبقى awards. okay. awards جوائز رسمية. Number 8. A أو N not is a scientist هو عالم who travels to space بيسافر للفضاء. يبقى astronaut رائد فضاء. astronaut. Number 9. She was a famous not. She used very big numbers to work things out in her job. ما فيش غير كلمة ايه؟ mathematician. طب واضحة كده؟ mathematician. عالمة في مجال الرياضيات. هي ايه بتستخدم الارقام الضخمة عشان تشتغل ايه؟ في وظيفة. طبعا campaigner ناشط لا. volunteer متطوع لا. sports champion بطل رياضي لا. ما فيش غير ايه؟ mathematician. ونكمل بيج 274 من كتاب المعاصر. Number 10. أحمد is a not. He works with hundreds of computers. من الشخص اللي في الأربعة بيشتغل مع كمبيوتر. طبعا أقول كمبيوتر بروجرامر مبرمج الكمبيوتر. Okay. ما ينفعش business person. رجل أعمال ولا كامبينر ناشط ولا ماثماتيشن عالم في الرياضيات. يبقى كمبيوتر بروجرامر. يبقى ترجم السؤال كويس وأقدر أختار الإجابة. سامر هيلبس يونج إنجينيرز يعني سامر بتساعد المهندسين صغار السن تو نو أت ذير جولز. يبقى تو أتشيف. كلمة أتشيف يعني ينجز يحقق. أوكي. نمبر 12 بيقول لي نهلز نوت is to pass all her exams with top marks. يبقى هدف نهلة ان هي تنجح في كل امتحاناتها بدرجة عالية. يبقى نهلة's goal هدفها. رقم 13. It was a real نقط to climb that mountain. انه تحدي حقيقي ان انت تتسلق هذا الجبل. But we succeeded. Okay. بس احنا نجحنا. يبقى it was a real challenge. يعني تحدي. challenge يعني ايه؟ تحدي. Number 14. محمد صلاح
was the best player. كان أفضل لاعب in the Premier League. في إيه؟ في البريمير ليج 2021، في عام كام؟ 2021. هل بانك؟ لا طبعا. achievement، إنجاز، ولا championship؟ في بطولة الدوري الإنجليزي لعام 2021. نمبر 15، the not don't get paid for their work. يعني هما مش بيتم الدفع ليهم عشان عملهم. But they like to help you. بس بحب يساعدوا الناس. مين؟ يبقى الفولنتيرز، المتطوعين، لما بيشتغلوا من أجل متعة العمل مش من أجل المال. رقم 16، أو أن نوت is something important that you have done. يعني شيء مهم أنت عملته. ما فيش غير كلمة achievement. كلمة achievement، achievement بمعنى إنجاز. 17، أو أن is a talk that someone gives to a group of people. هي خطبة، يبقى speech على طول. خطبة، شخص بيديها لمجموعة منين؟ من الأشخاص. Number 18. And what is a person who wins sports championship أو sports competition. يبقى الشخص اللي بيفوز بالمسابقة أو بالنفسة، يبقى champion يعني بطل. يبقى loser خاسر، لا ما ينفعش. loser نزيل، لا مفيش غير ايه؟ champion. Number 19. Noah works. Noah تعمل. As a campaigner. كلمة campaigner يعني ناشط أو مكافح. Since she left school. منذ أن غادرت المدرسة. The word campaigner. Here is a noun. هنا هي noun، اسم ولا verb فعل ولا adjective صفة ولا adverb حال. طبعا هي noun، يبقى campaigner هنا جاية وظيفة ايه؟ noun. Number 20. We can add the suffix not to make the noun of the verb, teach. أنا عايز أجيب الاسم من teach، أحط مقطع إيه؟ ها لو فكرنا هتبقى teacher، يبقى مدرس. teach يدرس، teacher مدرس. Number 21. Quick has the same meaning as quick، بتساوي نفس المعنى fast. Number 22. They found a school for him. يعني هما لقوا له مدرسة. And he was an excellent student. هو طالب ممتاز. Excellent here means excellent هنا معناه ايه؟ اكيد clever. يبقى excellent هنا بتساوي ايه؟ clever. ونكمل صفحة 275. 275. The government، الحكومة، should give more care. ينبغي ان تعطي المزيد من الرعاية. For not disabled. انا عايز اجمع كلمة disabled تبقى the disabled. يعني disabled معاق، زي disabled المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. ريتش غني، زي ريتش الاغنياء. فلما اجمعها يا اما احط قبلها زي يا اما احط بعديها بيبول، يبقى زي disabled. Number 24. The students took turns. يعني الطلاب خدوا ادوارهم. To not a speech عشان يلقوا خطبه، يبقى to give a speech. ده collocation ان give بيجي معاها a speech. Lean is working hard. يعني لين بتعمل بجديه على مشروعها. يبقى on her project. On her project. On her project على ايه؟ مشروعها. ونكمل 279. 279 ومجموعة من الأسئلة على الجرامر. Number 1. Summer wanted to be an astronaut. When she will. لا طبعا when she was، عشان she بيجي معها was، verb to be في الماضي. Last year، السنة اللي فاتت، I traveled. لا طبعا I traveled ده ماضي بسيط، أنا سافرت. مجدي has بيجرى التصريف التالت، تبقى has had، يبقى التصريف التالت من have had. Number 4. Since I started my job I not with hundreds of computers. هنا since بيجي وراها ماضي بسيط ثم مضارع ايه؟ تام. طب I'm working ده ماضي مستمر، لا تبقى have worked زمن المضارع التام. Number 5. What not always been important to Magdi. هنا been. Okay. يعني ايه اللي بيكون دائما مهم لمجدي؟ يبقى has على طول. عشان has او have بيجرى التصريف التالت. Okay. في المبني للمعلوم في المضارع التام. رقم 6. بيقولي. They worked hard. هم عملوا بجدية. On their design. على تصميمهم. And they won. وفازوا. Number 7. My mom not to be a sports champion. طبعا ايه عايز تبقى ايه؟ مثلا بطلة في عالم الرياضيات. When she was young. هنا ده مضارع ولا ماضي؟ ده ماضي. يبقى my mom wanted. ما ينفعش wants. عشان هنا ماضي. Okay. Wanted. Number 8. What not summer achieved. summer يعني she. تبقى has. ما هي وشيء بيجي معها has.
نمبر 9 لاست يير السنه اللي فاتت دمار بسيط يبقى وي بيلت احنا بنينا. نمبر 10 ماي بيرنتس والديا هاف ليفد عاشوا ان ذا سيم هاوس في نفس المنزل. عايز اقول 2012 يبقى منذ عام 2012 تبقى سينس دي من كلمات المضارع ايه التام يبقى هاف ليف ده مضارع تام يبقى اختار سينس منذ بدايه سنه كذا. نمبر 11 منى هاز جاست كلين ده عطول عشان هاز او هاف يروح التصريف الثالث في المضارع التام. نمبر 12 بيقول لي شي نوت ابرود سينس 2020 طبعا ده مضارع تام يبقى هاز والتصريف الثالث مع شي يبقى شي هاز بين هي كانت في الخارج. نمبر 13 هاو لونج كم المده هاف علا عند احمد از مايد لا انا هاف يبقى بين هاب او هاز والتصريف الثالث بين. نمبر 14 ذا تيتشر يعني المدرس نقط ذا كلاس ان انا اور اجو ده ماضي بسيط اجو يبقى انترد يبقى لازم اقرا الجمله كويس واشوف الكلمه اللي بتعبر عن الزمن وبالتالي اغير شكل الفعل طبقا للزمن ايه الصحيح. هاز لايف بين عشان هاز او هاف بيروح على التصريف الثالث. نمبر 16 شي هاز بينتد ليه عشان هاز او هاف جه برده معاها التصريف الثالث في المضارع الثاني. نمبر 17 بيقول لي someone have sent لا طبعا has someone he has he or she how long يعني كام المده you have لا ده سؤال فبحط have قبل you have you فعل مساعد ثم فعل. نمبر 19 تامر اند نور هنا بيقول نمبر 19 طبعا تامر اند نور هما زي يبقى زي هاف جمع اخد معاهم زي. نمبر 20 the children have wrote لا written the children have a written. ونحلوا مع بعض general exercises تدريبات عامة on lessons 1 and 2 على الدرس الأول والثاني. طبعا كل يونت قلنا ان هو متقسم لثلاث أجزاء درسين درسين درسين. هسيب لكم قائمة تشغيل فيديوهات تالتة إعدادي شرح وحل التدريبات بالتفصيل في صندوق الوصف أسفل الفيديو هتلاقي كل يونت شرح وحل. اوكي finish the following dialogue اكمل المحادثة الآتية. بيقول لي علي and سمير are talking about their favorite sport يعني علي وسمير بيتكلموا عن رياضتهم المفضلة. هنا علي بيقول ايه what's your favorite sport سمير ايه رياضتك المفضلة قال له اجابة كان قال له سؤال قال له because I like playing football عشان انا بحب ايه كرة القدم يبقى ايه رياضتك المفضلة ممكن اقول له my تبقى لإيه للمحادثة my favorite sport رياضتي المفضلة is football هي كرة القدم. قال له سؤال قال له عشان انا بحب العب كرة قدم يبقى why عشان اجابة because لماذا مثلا why do you like football ليه بتحب ايه كرة القدم عشان احب العب كرة ايه القدم. قال له سؤال قال له محمد صلاح is my favorite football محمد صلاح هو لاعبي المفضل يبقى اشيل محمد صلاح واقول له هو من الاجابة شخص هو is my to حوالي your هو is your favorite footballer من لاعبك قال له محمد صلاح قال له do you watch his matches بتتفرج على المباريات بتاعته قال له yes I do اكيد نعم قال له why are you proud of him ليه انت فخور بيه هقول because مثلا he is helpful هو بس بيساعد الناس وطيب وكويس مش بيستخسر حاجة. السؤال التاني choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. ولي we turn the word art بنحول كلمة art into a job لوظيفة by adding the suffix عن طريق وضع مقطع في نهاية الكلمة اللي هو IST يبقى artist artist بمعنى فنان. we use the prefix بنستخدم مقطع this اللي هو في بداية الكلمة this to give the note of the verb appear appear يظهر عكسها disappear يختفي يبقى الانتونيم العكس appear عكسها disappear. number 3 begin and not have the same meaning begin يعني ايه يبدأ أو بداية وهتبقى ايه start على طول نفس ايه المعنى بص يجتاز لا سكسيد ينجح لا الاثنين دول نفس المعنى فيل يعني يفشل عكسهم لكن begin بتساوي start begin بتساوي ايه start يبقى السؤال بتركيز هقدر احل. He succeeded in his exams هو نجح في امتحاناته. This means ده معناه he not it يبقى he passed it
اجتازها. Number five, someone who plays or writes music, بيعزف الموسيقى أو بيكتب الموسيقى. أكيد musician, موسيقار. The suffix, المقطع اللي في آخر الكلمة er, changes the word teach, بيحول teach ل teacher, يبقى بيحولها من فعل الإيه لاسم, من verb noun. ونكمل صفحة 281. ليه؟ I haven't finished my task, أنا ما خلصتش مهمتي. يبقى يت, عشان يت في نهاية المضارع التام المنفي. Number two, they not the carpets last Friday. Last ده كلمة من كلمات الماضي البسيط, يبقى they washed. ما ينفعش wash عشان عايزها في الماضي البسيط, هما غسلوا السجاد الجمعة اللي فاتت. He not tit, طبعا يت في نهاية المضارع التام المنفي, يبقى في يبقى he hasn't made. Hasn't he made tea yet? Number four, يقول لي أمير نقط as a report yesterday, the ماضي, يبقى رايت, لا غلط, تبقى روت. Number five, she نقط to another country since, قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط, يبقى she hasn't traveled, هي لم تسافر لدولة أخرى منذ لما كانت صغيرة. السؤال الرابع جيب لي مجموعة من الكلمات, بحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. بيقول لي جمال got his job, جمال حصل على وظيفته. After he finished, بعد ما خلص ايه؟ أكيد university, الجامعة. He not working, يبقى he started working, هو بدأ العمل. For the company, للشركة 10 years ago, من 10 سنين. He has been the نقط of the company, يبقى manager, هو كان مدير الشركة. Since 2010, عام 2000 وايه, او منذ عام 2020. جمال has نقط with people, يبقى كان عنده اجتماعات, meetings. يبقى نقراها ونحلها بتركيز. السؤال الخامس, write 110 words on the following, اكتب 110 كلمة, a biography of your role model, عن هذا الموضوع, سيرة ذاتية عن شخص قدوة. طبعا في فيديو بيشرح طريقة عمل باراجراف, وهنعمل كذا فيديو تاني وهنحل الباراجرافات دي عشان تقدر تقفل الباراجراف, في قواعد لازم يتم الالتزام بيها. فكده يبقى خلصنا ليسونز 1 و 2, وهتلاقوا الباراجرافات في فيديو منفصل, ونكمل ليسونز 3 و 4. صفحة 291, أسئلة الدرس الثالث والرابع. يقول لي نقط, are people who watch a tournament, الناس اللي بيشاهدوا مسابقة مثلا, in the stadium to enjoy it, في الاستاد عشان يتمتعوا, أكيد مشاهدين, اسمها spectators, المشاهدين spectators. Number two, to make something new means, عشان تعمل حاجة جديدة, معنى ايه؟ to create, تبدع فيه. Okay. The word contest in the, is the synonym of the word. كلمة contest يعني مسابقة, يبقى بتساوي ايه؟ competition, منافسة. Number four, to give the antonym of the word credible, عشان نجي عد عكس كلمة credible, يبقى incredible يعني غير معقول, بحط prefix in. Okay. Hagar is sure that, Hagar متأكدة ان her team, فريقها, will be the knot of the final match, هيكون ايه؟ هيكون الفائز. يبقى زي بيقول اسم, يبقى the winner. طبعا باسنجر راكب, لا بوستر اللي بيرسل جوابات, لا worker العامل, لا يبقى winner, هيبقى فائز المباراة النهائية, not the loser, مش الخاسر. صفحة 292, رقم 6, our school يعني مدرستنا, هذا تشيس نقط افريل, عندها مسابقة شطرنج, هيبقى tournament. رقم 7, there are only 8 teams left, في 8 فرق بس فضلوا, so this is the نقط finals. طبعا 8 فرق بسميه الكوارتر فاينلز, الكوارتر فاينلز. اوكي, دي الادوار الاقصائيه, الكوارتر فاينلز. كورونا فايروس is a serious نقط all over the world, يبقى كورونا فايروس is a serious pandemic, يعني هو وباء خطير في جميع انحاء العالم. 9 teams played an important role during coronavirus, مين يا ترى الفريق اللي لعب او الفرق اللي لعبت دور مهم اثناء جائحة كورونا؟ الميديكال تيمز, يعني الفرق الطبية. Number 10, and what is the same as competition, اللي بيساوي كلمة competition contest, يبقى انا عايز المعنى.
A أو N is someone who organizes or plans an event. هو بينظم أو بيخطط لحدث. يبقى organizer المنظم. A أو N is a person or team that takes part in a competition. بيشاركوا في مسابقة. يبقى competitor المنافس. Okay, competitor. Number 13. A أو N is the life story يعني قصة حياة. Of a person لشخص. Written by someone else. مكتوبة عن طريق شخص آخر. يبقى biography. حد كتب عن حياة شخص آخر. طب autobiography لو حد كتب عن نفسه. Okay. يبقى سيرة ذاتية عن حياة شخص آخر. هنا سيرة ذاتية قام بها الشخص عن نفسه. Number 14 means really good, fantastic. يبقى incredible. حاجة رائعة. Number 15 A or N is a software you can use. هو software برنامج تستخدمه on your phone أو computer. يبقى إيه؟ يبقى ممكن نقول app. The application التطبيق. And what is a group of people? هو مجموعة من الناس. Who can meet during health emergency. بيتقابلوا في حالة طوارئ. بنعمل حاجة اسمها bubble. فقاعة. بيقعدوا في مكان محدد ما فيش حد بيقابلهم. اوكي okay. عشان يبقوا بعيد عن اي مجال للعدوى. Number 17 The adjective from the verb create. الصفة من كلمة create تبقى ايه؟ creative. 18 The word not has the same meaning as the word workers. معنى كلمة workers معناها اكيد stuff عمال. To make the noun of the word spectate. انا عايز احولها ايه؟ لنون. يبقى spectator. يبقى ال OR. 20 to give the opposite of the word possible. عايز عكس كلمة possible هتبقى ايه؟ impossible. possible ممكن. طب impossible مستحيل. ونكمل صفحة 293. 21 رقم 21. A competition is a festival. المسابقة مهرجان. To find the best team عشان تلاقي أفضل فريق or player أو أفضل لاعب in a sport competition. Okay. في منافسة رياضية. Here means وهنا معناها ايه؟ جايب لي شو ولا كونسرت ولا فريندشيب ولا تشامبيونشيب. طبعا تشامبيونشيب بطولة. فريندشيب صداقة ما تنفعش. كونسرت حفلة ما تنفعش. شو بمعنى عرض طبعا ما تنفعش. 22 مجدي يعقوب وركس نوات اسيرجن يعمل جراح. يبقى بيجي ايه؟ از بيجي على الوظائف. يبقى ورك از يعمل ك. هي وركس از ا سيرجن او هي وركس از ا تيتشر. يبقى ورك از يعمل ك. بيجي على وظيفة. 23 زي وينت on a voyage. هم راحوا ايه؟ voyage في رحلة بحرية على النيل. يبقى on the Nile على النيل. 24 policemen work يعني رجال البوليس بيعملوا بحلول الليل عشان ايه؟ يحمونا. يبقى باي ممكن نقول at night او by night. at night مفيش at يبقى باي. بحلول اول بحلول الليل بيبدأوا يشتغلوا. 25 medical tests are done يعني الاختبارات الطبية اتعملت on players ليه ترى؟ for coronavirus من اجل تحديد هل في اصابة او عدم اصابة بالكورونا فيروس. ونكمل بيج 297 297. يقول لي he's already learning the three language. لا ده مضارع تام. يبقى learned هو بالفعل تعلم. amazing مدهش have you done your homework. انت عملت الواجب ده كله بالفعل. هنا يبتدي لو انت ما خلصتش حتى الان. لكن already لو انت فعلا عملته وخلصته. انت خلصت كده بالفعل او بنفسك. يبقى المعنى مهم. نمبر 3 يقول لي ذا بوي اوريدي باي فيجيتابلز فروم ذا ماركت. قالوا لا طبعا هحط هاز اوريدي بوت. احطها في صيغه ايه؟ المضارع التام. نمبر 4 اي هاف اوريدي هي كام كيم كام. انا عايز هاف تصريف ثالث. يبقى كام هي كام كيم كام. تصريف ثالث من كيم كام. نمبر 5 اي هافنت فينيشد ماي ورك. انا ما خلصتش واجبي يت حتى الان. رقم 6 بيقول لي زي هاف نو ات سين كايرو باي نايت. طبعا ما ينفعش يت. يت في نهايه المضارع التام المنفي في نهايه السؤال اللي بتدي اللي انا لسه ما خلصتش. يا ممكن اقول زي هاف نيفر سين كايرو باي نايت. اوكي يبقى نيفر منفي ان هم شافوا ايه؟ القاهره بحلول الليل. نمبر 7 ندى هاز 1 اوريدي. لا اوريدي قبل 1 الظرف قبل الفعل الاصلي. اوريدي 1 اوريدي بتيجي من هاز وهاف والتصريف الثالث. نمبر 8 بيقول اي هافنت دون ماي بروجكت. انا ما عملتش او ما خلصتش مشروعي حتى الان.
يبقى يت لسه ما خلصتوش، بان في ان انا ايه خلصته. هاف امل، لا طبعا امل دي مفرد تبقى هاز امل. نمبر 10 بيقول لي هاز زي، لا طبعا تبقى هاف زي. نمبر 11 شي هازنت هاف، لا شي هازنت هاد، بيجي معاها التصريف الثالث. نمبر 12 هاف يو فينيشد يور هوم ورك، يس اي هاف فينيشد ات اوريدي، يعني هل عملت واجبك؟ قال له انا بالفعل خلصته. اي هافنت عايز تصريف التالت، يبقى ايتن، ايت ايت ايتن. نمبر 14 هاز سيد فوند هيز فازر، هختار ايه؟ يت حتى الان. نمبر 15 دي كلها بيتكلم على البريزنت بيرفكت المضارع التام، وهنعمل فيديوهات شرح الجرامر بسهوله، بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. نمبر 15 جنى، طبعا جنى دي شي يعني هاز، هي وشي ات هاز. ايمان هاز واترنج، لا واترد، هاز او هاف بيجي معاها التصريف الثالث المضارع التام. دو يو بليد، لا هاف يو بليد، هاف يو ايه؟ يو بليد. شي هاز بين ديف، هي كانت صماء، عاوز اقول منذ عام 2019، يبقى سينس. ان دي لو ماضي بسيط لكن دي مضارع تام. شيماء هاز اوريدي قط، عشان هاز او هاف بيجي معاها التصريف الثالث، هي بالفعل قطعت. زي هاف بليد، هم لعبوا سينس زي ايه؟ ارايفد، عشان سينس بيجي راي ماضي بسيط. سينس زي ارايفد. ونحلوا جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامه اون ليسونز 3 و 4 على الدرس الثالث والرابع. السؤال الاول طبعا صفحه 298 298، فينيش ذا فولوينج دايلوج، اكمل المحادثه الاتيه. لي سامي اند صلاح ار توكينج اباوت، بيتكلموا عن ذا وورلد كاب، كاس العالم. اوكي فسامي بيقول لي وات از ذا موست بوبولار وورلد فوتبول كومبيتيشن، ايه اكثر لعبه محبوبه عالميه؟ هقول ات از ذا وورلد كاب، كاس العالم طبعا. قال له سؤال، قال له it is held every 4 years، تتعامل كل 4 سنين، يبقى كم مرة؟ how often، وحط الفعل المساعد، يبقى is it held. قال له سؤال it was last held in Russia، في روسيا 2018، يبقى عايز اقول له اين عقدت، يبقى where، وحط فعل مساعد where was it last held. اشوف تكوين السؤال كويس، ده استفهام فعل مساعد فاعل فعل اصلي. قال له ديد ايجيبت تيك بارت ان ات، هل مصر شاركت فيه؟ اقول له يس ات ديد. قال له وات از ذا بيست تيم ان ذا وورلد، مين افضل فريق في العالم؟ اكيد اللي خد البطوله، ممكن اقول اي ثينك، اعتقد فرنسا، فرنسا عشان هو فاز بايه؟ بالبطوله. السؤال الثاني choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. بيقول لي we add the suffix not to make a noun from the verb achieve، achieve to achievement، خلاص الموضوع سهل ومتكرر. the word stuff gives the same meaning as workers، دي برضو متكرر، العمال. not means could add thinking of new ideas، واحد مبتكر يبقى creative على طول، كل ما تحل أكتر كل ما يكون إيه أفضل. not is the antonym of possible، عكس كلمة possible impossible. The suffix er turns the verb win into أكيد a noun، win to a winner، يفوز فاز، يفوز فائز، يبقى win يفوز، طب winner فائز. The prefix in gives. Number 5 the suffix er turns the verb win into أكيد a noun، يبقى win يفوز، طب winner فائز. The prefix in gives the opposite of the adjective، أنا واحدة من دول بحط لها in عشان أديها العكس، طبعا كريديبل تبقى انكريديبل. اوكي انكريديبل. بيج 299 299، السؤال الثالث كومبليت ذا سنتنسز ويز ذا كوريكت فورم اوف ذا ووردز، زي ما قلنا جمله في كلمه الصيغه بتاعتها غلط نصلحها. شي هاز بيكت ذا كيك، اكيد اوريدي هي خبزت الكيكه بالفعل. ادي في نهايه المضارع التالي المنفي في نهايه السؤال، تدي ان هو لسه ما خلصش. حمزه not do his homework yet، انا عايز جمله منفيه، يبقى hasn't done. احفظ البريزنت بيرفكت. you learn English yet، يبقى ايه؟ طبعا ده سؤال، يبقى have you learned او have you learned،
learn التصريف بتاعها learn it بالاي دي او بالتي. عمر نقط at the class يبقى has already arrived. اوكي بصلح الافعال او الصيغة. We not already watch it. We have عطول. السؤال الرابع. Read and complete the text with words from the following list. اقرأ واكمل النص. جيب لي مجموعة من الكلمات. بيقول ايه؟ Egypt has already won. مصر بالفعل فازت. The Africa Cup of Nations بكأس أمم أفريقيا. 7 times سبع مرات. That is a fantastic. ده طبعا a fantastic achievement. إنجاز ايه؟ رائع. In 2023 في عام 2023 the contest يعني المتسابق will a will be سوف يكون. اوكي يبقى هنا will be. In 2023 في 2023 the contest المسابقة will be هتكون in Ivory Coast في ساحل العاج يبقى will be هو المصدر. Who have already been winners اللي فازت قبل كده twice before مرتين قبل كده. The games will be in six different stadiums. اللعبة هتبقى في ست استادات مختلفة. The biggest stadium يعني أفضل استاد. Holds about يعني بيتسع أو ممكن يقعد فيه كام واحد. 60,000 spectators 60,000 مشاهد. السؤال الخامس. Write 110 words on the following. اكتب 110 كلمة. A short story on the importance of helping people. قصة قصيرة عن أهمية مساعدة الناس. زي ما قلنا اكتبوا لنا البيوغرافات في التعليقات وهنعلموها. فيديو هتلاقوا فيه شرح كل البيوغرافات وأهم البيوغرافات في تالتة إعدادي. وبكده يبقى خلصنا يونت 5 الواحد الخامسة ليسون 3 4 الدرس التالت والرابع. وعشان ما نطولش عليكم يبقى كده هنكمل ان شاء الله الدرس الخامس والسادس وامتحان الوحدة في فيديو تاني اللي هو الجزء التاني للوحدة الخامسة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.